مشكلة الزواج والطلاق مشكلة عامة يعني عند كل الناس، ولكن لما بنتكلم عن الأقباط بتبقى المشكلة مختلفة شوية، وده لأنه لصعوبة الطلاق وصعوبة إعادة الزواج مرة أخرى ما بين ناس بتؤيد حق وحرية المواطن أو القبطي أنه يطلق أو يتزوج مرة أخرى لأنه شايفين دي الطريقة الأفضل أنهم يعيشوا حياتهم، وما بين رفض شديد من الكنيسة القبطية لعملية الطلاق وإعادة الزواج إلا لعلة الزنا. خلينا نفهم تفاصيل أكتر من ضيوفنا اللي بيشرفونا النهاردة في نهارك سعيد علشان نقرب أكتر للمشكلة ونعرف إيه سبل الحل إذا كان في حلول سهل تنفيذها. بيشرفنا يكون معانا دكتور نجيب جبرائيل وهو مستشار الكنيسة القبطية. نهارك سعيد يا فندم، نورنا. ومعانا المحامي الأستاذ مجدي سليمان المحامي بالنقد. نهارك سعيد. أهلا وسهلا فندم. وأحد أصحاب المشاكل الأستاذ أسامة فرج. نهارك سعيد يا فندم. انا عايز ابتدي باستاذ اسامه علشان نبقى بس بنفهم مع بعض. حضرتك صاحب مشكله، ايه المشكله اللي حضرتك بتواجهها؟ المشكله اللي انا بواجهها ان في تزوير في عقد الجواز الخاص بيا. نتجت المشكله دي حضرتك عن ايه؟ ان بعض الاباء، ما بقولش كل الاباء، بعض الاباء الكهنه ما بيقوموش بالالتزام بتعليم الرياسه الدينيه، وده بيكون على حساب محاباه شخص على حساب شخص تاني. فمثلا في حالتي انا، علشان ما تطرقش الحاله بعيده، المفروض ان الاب الكاهن لما يكون الزوجه سبق لها الزواج ان هو بيستكتبني او بيمضيني على اقرار في الرياسه الدينيه ان انا على علم وموافق، علشان الاب الكاهن اللي استصدر تصريح الزواج له علاقه قرابه بالزوجه ما مضنيش على الاقرار ده هو، واخفى عني ان الزوجه سبق لها الزواج. تمام حضرتك، القوانين اللي في الرياسة الدينية قوانين سليمة كلها، بس لو نطبقها، لو نقوم عليها، بالإضافة إن لما كاهن بيخطأ أو بيعمل أي تجاوزات ما بيتعاقبش. طب بس أنا عايز أفهم، يعني حضرتك قلته ده شق قانونياً، ده جزء فيه بيسمى تزوير، ده الجزء اللي هو الخلل اللي جوه إدارة المجلس الإكليريكي. بس أنا سؤالي، حضرتك قبل ما تتزوج من زوجة لسه ما زالت زوجة حضرتك حتى الآن، المفروض إلى لغاية ما لغايه ما يريد ربنا، هل هم نفسهم بشكل يعني اجتماعي، يعني لما حد بيبقى متزوج قبل كده بيبقى الاخر عارف، يعني قصدي انه ده كمان المفروض يبقى لما بيخفي سبق الزواج عن الطرف الثاني بيبقى هنا الرضا معيب. الرضا معيب، فيبقى جواز باطل. حضرتك بقالك قد ايه متزوج؟ انا بقالي حوالي سنتين. سنتين وانا عرفت سبق زواجها في تو استلامي للوثيقه من الكاهن الموثق. لان في وثيقتين حضرتك، في عقد جواز كنسي، ده للاسف الشديد ضعيف البيانات جدا، ما بيكتبش فيه غير اسم الزوج واسم الزوجه والحاله اذا كانت بكر وهو كمان بكر، ما فيش تفاصيل اكتر. طيب بعد كده ده اللي انا باخده يوميها يوم الاكليل نفسه. بعد كده بتبقى فيه نسخه في دفتر المحكمه واربع نسخ تانيين بيوثقوا في المحكمه وبستلمهم من الاب الكاهن بعد كده. هم دول اللي بيقوموا بالتلاعب فيهم. حضرتك من سنتين بقى، من ساعه ما تزوجت حضرتك بتحاول انك تفسخ العقد، لو سميناه عقد الزواج يعني، لو لان هو العقد باطل اساسا. طيب سياده المحامي استاذ مجدي، قانونا ده يعني ايه؟ يعني ده المفروض استاذ اسامه يعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اللي جابنا هنا بالدرجه الاولى حبنا لمصر طبعا، حبنا للوطن، ومن هذا المنطلق احنا جينا عشان نقول كلمة حق. قد يكون هناك تقصير في جانب معين، لكن عايزين نفرق بين الكنيسة ولها كل التقدير والاحترام وبين الرياسة الدينية والقائمين في الرياسة الدينية، لأن ليس كل إنسان معصوم من الخطأ أو الزلل بدأت. لكن اللي بيحصل إن هذه الوقائع بتؤدي إلى إيه؟ غلق باب الطلاق أدى إلى أصحاب هذه الطائفة بيعملوا إيه؟ هيعملوا إيه؟ قدام مش حل غير إنه يشوف طائفة تانية، أو بس ده كمان اتمنع مؤخرا صح؟ وده اتمنع، هيبقى قدامه ايه؟ قدامه الحل واحد، يسلم. مظبوط؟ يسلم علشان يتزوج أو يطلق، يخرج من المشكلة تحت أي ظرف، تحت أي ظرف. وبعد ما يسلم هيحصل ايه؟
ممكن يتزوج ويخلف وبعد كده يرتد تاني إلى المسيحية. إلى المسيحية، وهنا بتكمن الخطورة. هنا بقى هنا هيبقى فيه مقاومة، وهنا فيه مقاومة، وده مشاكل اجتماعية احنا في غنى عنها مبدئيا، بيؤدي إلى تأجج الايه الفتنة. طيب. هنتذرع بأن لا يوجد في المسيحية إلا الطلاق لعلة الزنا. هذا عنوان، لكن الحقيقة ورجال الدين فيها يعلمون ذلك، أن هناك أسباب عديدة للطلاق، وتضمنتها اللائحة 38 وعددت هذه الأسباب، الجنون أو تسع أسباب، ومنها النفور والفرق ومنها. لكن صدر القرار البابوي بإلغاء هذه اللائحة 2008، وأصبح الطلاق ليس إلا لعلة، وده سهل إثباته، علة الزنا يعني الواحد بيروح يعترف على نفسه، ولا وده من الصعب بمكان، ده من الصعب بمكان. طيب فما بالنا بحالات الغش والتدليس، حالات كثيرة طبعا، حالات والتزوير، حالات كثيرة، يروحوا فين؟ صحيح. طيب هذا ناقوس خطر يدق، يجب أن نسمع ونرى ونفهم كمان أحسن ونجد له حل. طيب دكتور نجيب، أنا عايزة أعرف من حضرتك رأيك، ردك على ما يقول. شوفي أنا ليه طبعا عدة ردود. فضل. الجزء الأولاني المتعلق بحالة الأستاذ أسامة، أن هناك غش في عقد الزواج، بإني على حسب ما سمعت روايته أن الكاهن أثبت أن زوجته ثيب بكر وهي في حقيقتها متزوجة، مش كده؟ صحيح. طيب هذا الموضوع بيحكمه أولا كانت متزوجة وسبق لها زواج الطلاق، هو نفس المعنى. هذا الموضوع يحكمه قانونيا، قانون الأحوال الشخصية بتاعنا لائحة 38 فيما يتعلق تحت باب البطلان الغش، ويحكمه أيضا القانون الجنائي. يحكمه لائحة 38 إذا كان هناك مانع من موانع الزواج مثل العنة والعجز الجنسي والغش إن يبطل هذا الزواج، شريطة أن يبلغ عن هذه الواقعة في خلال شهر من تاريخ علمه بهذه الواقعة. طيب. دي جزء أول. الجزء الثاني إذا كان هناك تزوير أيضا في الأوراق له أن يبلغ النيابة العامة، والنيابة العامة تجري تحقيق في هذا الشأن، ثم تحيل إلى المحكمة وتصدر حكم بهذا الغش، فأصبح له وجهتان، وجهة قانونية جنائية ووجهة قانونية حول الشخصية، وله في هذه الحالة أن يستصدر أمر بالتصريح بالزواج باعتبار أن هذه حالة من حالات بطلان الزواج وليس التطليق، باعتبار أن الحالة دي إيه بطلان الزواج؟ أي أن هناك مانع حالة دون الزواج كان متحقق سابق ومتحقق وقت وجود هذا الزواج. خليني أفهم بس، يعني إيه فرق بين بطلان الزواج والطلاق؟ تمام، وده اللي أثاره الأستاذ مجدي الحقيقة، خلط بين أمرين في فرق إيه في الكنيسة تؤمن ببطلان الزواج. يعني إيه بطلان الزواج؟ يعني هناك حالة معينة أو سبب معين كان سابقا على الزواج. حلو. ولم يعلم به الطرف الثاني وأدخل عليه الغش. طيب. زي بالضبط واحدة سبق لها الزواج وقيل أنها بكر. زي بالضبط واحد عنده عجز جنسي قبل الزواج ثم اكتشف وقت الزواج انه عندك، اذا اخفى هذا العيب. طيب. الذي يبطل الاراده، او واحده اكرهت على الزواج، او واحد اكره على الزواج لسبب معين، فهنا حاله تتعلق ببطلان الزواج. في هذه الحاله الكنيسه تعطي فيها تصريح زواج لا محاله، زواج للطرف الطرف المتضرر غير المخطئ، المتضرر غير المخطئ، وبتفسخ العقد الاولاني بالضبط. طيب. اذا ما فيش مشكله في هذه الجزئيه على الاطلاق. الجزئيه اللي اثرها الاخ مجدي في حته ان الكنيسه تعلم وتعلم الحقيقة وأنها لا توافق على تطليق، هذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن الكنيسة تطبق الزواج في المسيحية هو شأن ديني وليس عقد، لا يعتبر عقد كما هو عقد بيع أو عقد شراء أو عقد أو عقد حتى بالنسبة للرباط مقدس. لو استطعت نفسه هو صميم عمل ديني صميم، بمعنى أنه يخضع لثوابت الكتاب المقدس. طيب ليس بتقول لا طلاق إلا للزنا. طيب وليه هو ليه كده استاذ اسامه ما قدرش يحصل على الاستاذ طلاق؟ اسامه لو عنده معاه حكم ثابت في المحكمه بهذا الغش ما عندنا اطلاق. انا اول واحد اسارع وامسك بيمينه واذهب الى مجلس كليريكي واتصدى لهذا القضيه وادي له اقول اتفضل تصحيح زواج. طيب استاذ مجدي ليه ده ما حصلش؟ كما قرر زميل استاذ نجيب ان
مهلة إقامة الدعوة كما قرر شهر. شهر. مظبوط كده؟ شهر. 30 يوم. مظبوط كده؟ شهر من تاريخ إيه؟ تاريخ علمه. مظبوط كده؟ تاريخ علمه ولا من تاريخ علمه؟ من تاريخ علمه. التعليمات الرئاسة الدينية بتقول إن يجب أولاً أن يتقدم إلى الكنيسة. إلى رئاسة الرئاسة الدينية. اللي هو المجلس الكبير. يقول لهم فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا أدبياً. طيب. خلاص أدبياً. أدبياً. إذا لو هو ما عملش ده لا 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 معلش صح الأمور إحنا دلوقتي في التلفزيون على الهواء لا ما فيش كده. ما فيش تعليمات إطلاقاً وهات لي نص بيقول اللي وقع عليه غش سواء في بكارة الزوجة أو سواء في العجز الجنسي إنه يروح للكنيسة. الكنيسة ليست جهة حاكمة وليست محكمة وبحضرتك عليه أن يذهب مباشرة إلى لكن هو من باب يعني الاحترام للكنيسة كأب كاهن كأب اعتراف بقول له يا ابونا أنا فوجئت أن امبارح كذا بنت امرأتي مش بنت كذا 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 لكن ليس هذا ملزما عليه على الإطلاق أن يذهب للكنيسة وإلا إيه الفائدة المحكمة صحيح. هل حولنا الكنيسة إلى محكمة؟ لا ما ينفعش. إذن مدة الشهر اللي اللايحة بتقول عليها هي تعدلت 2008 إلى 6 أشهر. سواء الشهر أو الستة أشهر هل هذا يتساوى مع عقد باطل لمسلم بيخضع القواعد العامة؟ مش فاهمة اشرح لي. قاعدة البطلان بيسري عليها القواعد العامة وهي الثلاث سنوات. إذن صاحب الطائفة الأرثوذكس لما يبقى فيه بطلان عنده وما يعرفش الإجراء وعد عليه مدة الشهر أو الستة أشهر سقط حقه. سقط حقه. يعني أنا 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 ما قطعتش حتى بس أنا عشان حتى بس أنا خلص دي وهرجع لحتة فضل تعلمت أنا ما قطعتش فضل يعني هو ده ما حدث على مراح أستاذ أسامة إلى الرئاسة الدينية وعلى ما حققت فيه الشكوى وما عرفناش ايه النتيجه حققت ازاي وهي مش جهه تحقيقيه المفروض لا ما هو لا عندهم التعليمات لا 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 فيه لازم التحقق من اللي قد جوه المجلس يعني في تحقيقات جوه المجلس الكليريكي في ودي صرح ايوه يعني فده حضرتك رحت علشان تاخد راي الكنيسه او تبلغ الكنيسه يعني وخدت وقت طويل ابلغ عن الغش اللي عمله الكاهن تمام خد وقت طويل في التحقيق خد ده خد وقت الكليريكي الوقت عنده متسع زياده عن اللزوم سؤالي ليه حضرتك ما رحتش في نفس الوقت عملت صح رفعت الدعوه علشان اتاكد اساسا من المستندات صح. استحاله تهمه زي ده هي تصحى الصبح الاقي ورقه اول ما استلم الورق لدرجه ان اساسا لما رحت المجلس الاكليريكي في اول المره في اول الامر غلطوا معايا في الكلام لا ده ابونا غلط طب استنى ما نتحقق طب هات لنا صوره طبق الاصل سؤالي من برضه دفتر المحكمه ما ينفعش حضرتك كنت تعمل اتنين في نفس طبعا الوقت انا بس عايز اقول وكان ما كنتش تعرف ان ينفع بعد اذن لا 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 سواء اعرف او ما اعرفش انا ما كنتش عارف انه ينفع بعد اذن حضرتك استاذ نبيل تمام انا راجل خادم جوه الكنيسه وعارف كويس جدا ان حاجه زي ده هي لازم ارجع للرئاسه الدينيه طبعاً. عشان يبحثوا دفتر الاب الكاهن وقعدت مع بدون ذكر اسماء مع الرئاسات الكبيره في قلب المجلس الاكليريكي طيب. كل اللي اتقال لي ساعتها لا ده غلط في الورق وغلط في الدفتر طب هنتحقق طب هات لنا صوره طبق الاصل من المحكمه من الدفتر اللي في المحكمه علشان نتاكد من طيب. الواقعة دهية تمام عقبال ما رحت جبت صوره طبق الاصل من المحكمه ورجعت يعني كل دوت انا مانيش عارف هل هو غلط هل غلط من الاب الكاهن طيب. ولا ده غش من